محمد بن ناصر الدين شمس الدين الأنصاري، الشافعي المعروف بابن الزيات العباسي المجذوب، أحد أصحاب الشيخ الصالح العارف قطب زمانه يحيى الصنافيري. قال الشيخ محمد زيات إنه كان في من حضر عند سيدي يحيى الصنافيري في زاوية سيدي أبو العباس البصير، إذ جاء إليه الشيخ الأستاذ القدوة السالك يوسف الكوراني العجمي زائرا، وكان قد قرر مع نفسه أنه ليس له مكان يعرف، وأنه قصد زيارة سيدي يحيى لطلب إشارة يفهمها. فلما وقف على باب الزاوية ظهر له سيدي يحيى وقال له: يا يوسف اكتب. قال له: نعم سيدي، وما الذي اكتب؟ قال: اكتب ألم تعلم بأني صيرفي أحك الأولياء على محكي، فمنهم بهرج لا خير فيه، ومنهم من أجوزه بسبكي. شنو يعني؟ الأول ده بيت شعر تقريته. إيه؟ ليش؟ وقال هني: ألم تعلم بأني صيرفي أحك الأولياء على محكي، فمنهم بهرج لا خير فيه، ومنهم من أجوزه بسبقي. وأنت الخالص، يمدح فيه، وأنت الخالص الذهب المصفى بتزكيتي ومثلي من يزكي. توفي ابن الزيات سنة 805. الله مدد.